المؤسسة ديالنا من ضمن المؤسسات المتضررة من زلزال الثامن شتنبر الماضي، يعني أن الجميع المستفيدين من خدمات ديال المؤسسة ديالنا ينحدرون من منطقة سيدي عبد الله وسعيد، وهذه المنطقة كذلك تعتبر منطقة منكوبة، بحيث أن 90% من المنازل ولا الأسر اللي فيها يعني تم يعني تضروا بزاف، وفي إطار القوافل التضامنية التي يعني عشتوا معنا في تلك اللحظة، أنا الحمد لله المغرب ككل من الشمال إلى الجنوب أنه تضامن معنا وتضامن مع هاد المتضررين القوافل التضامنية اللي داروها، وهذه القافلة الثانية جات بواحد الشكل آخر اللي هو تكون في واحد الإطار اللي هو نفسي أو هو دعم نفسي ودعم اجتماعي ودعم ترويجي، يعني الترويج عن التلاميذ المنحدرين من تلك المناطق المتضررة عن طريق تنظيم لهم واحد رحلة تربوية ترفيهية على مدى 5 أيام. فيعني كنشكروا جزيل الشكر جميع فعاليات المجتمع المدني ودينامية المجتمع المدني والسلطات المحلية والإقليمية وعلى يعني السلطات المحليه والاقليميه بمدينه طنجه، لان صراحه هذه البادره استقبلوها التلامذ بواحد الاحساس كبير، وحتى حنا كذلك ملي اتصلوا بيا وقالوا ودي راه غادي نستقبلوا دوك الوليدات، صراحه الفرحه ديالنا ما نقدروش نوصفوها، لان ماشي سهل انك تنظم هذا الكم الهائل، يعني واحد 120 تقريبا مستفيد من هذه البادره، باش انك توفر لهم الايواء وتوفر لهم المبيت وتوفر لهم الناقل الى غير ذلك. فلا يسعني الا ان اقدم لكم جزيل الشكر على جميع المجهودات التي تبذلونها في سبيل تشجيع التمدروس وفي سبيل تقديم الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي لهؤلاء المتضررين، وشكرا لكم. حنا اليوم كنكملوا على العمل التضامني اللي درناه في الاقاليم المتضرره بالزلزال اقليم الحوت، دونك فين مين كنا كنفرقوا التبرعات لاحظنا ان كاين بزاف ديال الاطفال، وقلنا لما لا ندخلوا عليهم الفرحه، درنا شراكه مع مجموعه ديال الجمعيات، قلنا لما لا نجيب واحد المجموعه ديال الاطفال باش يعيشوا معنا هنا في واحد في مدينه طنجه في واحد الجو عائلي، نسيوهم شويه الزلزال والفاجعه وندخلوا عليهم شويه ديال الفرحه. والحمد لله بالتنسيق مع جهات طنجه مع الولايه ديال طنجه المدينه ودار الشباب، دونك تمكنا اننا نحققوا الحلم ديال هاد الاطفال اللي كانوا فعلا طلبوا منا انهم يجيو يقوموا بزياره لمدينه طنجه، وغادي نخليهم يعيشوا معنا واحد الاسبوع ان شاء الله حافل. وشكرا للجميع من شارك معنا في هاد الحمله هذه وفي هاد التضامن هذا، وهذا ما هو الا بادره خير من مجتمع مدني، لان قيام التضامن صراحه اللي شفناها في هذه الفاجعه هذه كانت كبيره بزاف ومتواصله، ونتمنى انها غادي تتواصل دائما، يعني ماشي غير هذه المده هذه، وهذا كان واقيلا شر موراه خير، لان الحمد لله شفتوا كيفاش كان الشعب المغربي كله تضامن. فشكرا للجميع، ونتمنوا لهم يقضوا عطله سعيده والى مبادره اخرى ان شاء الله. كان شعور زوين بزاف صراحه ما نقدرش نوصفه، اول مره نجي لمدينه طنجه. كنشكرهم بزاف بزاف على هاد المجهودات الكبيره اللي داروا معنا والتضامن، صراحه كنشكرهم بزاف على هاد التضامن. شكرا. هاد المبادره الطيبه اللي دار لنا هاد الناس هاد الجمعيه، كنشكرهم على هاد المبادره بزاف، وشكرا لكم نتوما. صراحه اول مره نجيو لمدينه طنجه، وكانت واحد التجربه اللي زوينه صراحة، جبونا بزاف ديال البلايص ماشي على بلاصة واحدة، مشينا عند القصر الملكي، مشينا لشحال من زرايدن، شفنا التيران تاع
من بطوطه وشحال من بلاصه عجبونا الصراحه. اول حاجه تنشكروا جميع المساهمين في هذه الجمعيه واللي حتى اللي ساهموا في الكلمه الطيبه وتنشكرهم بزاف حيت عاونونا بزاف حيت لحد الان هما اللي عطاونا حوايج وعطاونا شحال من حاجه تنشكرهم بزاف شكرا من القلب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.